كان السيد في الإخراج. نعود لهذا الشوط ونلحق بمقدمة الشوط وننطلق مع المقدمة، وحيث التواجد من البداية مع شاهين. شاهين مشاهدينا مع شعار هجن الرياسة، يقود المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري النقلة القادمة. مين اللي قادم من الجانب الآخر؟ شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم يتقدم من الجانب الآخر، ونتابع هذا التقدم مع مشاهدينا. انطلاقة ظبيان، ويقدم لنا هناك المضمر سعيد بن محمد بن مراشد النقلة القادمة والدخول الانطلاق مع مشاهدينا نشوان. مشوان نشوان يصل في هذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. راشد بن خميس الغويص وذكريات الغويص مع هذا الشعار الجميل النقلة القادمة والدخول. وصل الحمر، وصل هنا، يتقدم شاهين ويتقدم مع هجن الرياسة والمستحيل أبو ذياب. راشد بن محمد بالسم المنصوري هو من بدأ بالتسلل، هو من أتى بأيض الأداء الجميل في هذه الأمسية الجميلة. النقلة القادمة مشاهدينا مع تقدم مع انطلاق شاهين الآخر. متواجد هجن العاصفة وغياث الهلالي يتقدم مشاهدينا أيضا بهذا التقدم الجميل مشاهدينا. وهذا أيضا مشاهدينا الأعزاء الأداء القادم كذلك هو لهجن العاصفة. شاهين آخر غياث الهلالي يدفع بأكثر من أتاد. النقلة القادمة ودخول شعار معالي الشيخ محمد بن بطي الحامد غازي مع مختار أحمد. هنا التقدم، هنا اللي قادم أيضا الآخر، هنا وصول، هنا قدوم مشاهدينا. المركز التاسع والوصول. الوصول مع الشارد، الشارد وصل في هذه اللحظات لسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد بالدبيلة. محمد بن عبد الله بالدبيلة هو من يتابع، هو من ينطلق مع هذا الأداء. نعود للصدارة، نعود للأداء، نعود إلى مقدمة الشوط. الله شاهين، شاهين هو من بدأ بانطلاق، هو من بدأ يجر الشوط مع هجن الرياسة، مع الحمر، مع الخطر. وهناك المستحيل أبو ذياب هو من تقدم، هو من انطلق. والمركز الثاني يأتي أيضا، هناك دخول من قبل شاهين آخر بنفس الشعار مع اختلاف المضمر بن زيتون المجازف. نقلة أخرى من الجانب الآخر، نأتي مع هذا الأداء، مع هذا القدوم، مع ظبيان لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بن مراشد محمد أو محمد سعيد بن مراشد. ولكن شوف اللي واصل، شوف اللي قادم أيضا مشاهدينا. هناك شاهين واصل مع هجن العاصفة غياث الهلالي. يا حسين يا السيد أعطني اللقطة القادمة. شوفوا شاهين وشاهين وشاهين، والعاصفة دافعة بأكثر من سبعة ما شاء الله وتبارك الرحمن. هنا الأداء، هنا التقدم، ولكن الرياسة، الرياسة في المقدمة تنتزع الصدارة. ويغادر، يغادر شاهين، وشاهين يغادر هذا الشعار الجماهيري الكبير. هنا الرياسة بالمركز الأول والثاني مع المستحيل ومع المجازف. وناخذ اللي قادم ظبيان لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بن مراشد بن مراشد. ولكن العاصفة حركت أحد أوراقها في هذا الأداء. يتحرك
شاهين لعيدنا العاصفة غياث الهلالي. الله غياث الهلالي المركز الرابع والخامس والسادس والسابع. الله على الشوط, الله على الأداء, الله منطقة الأعلام شاهين شاف المنصة وفز ما شاء الله وتبارك الرحمن. هذا شاهين مع الرياسة, التقط لضبيان قادم من الجانب الآخر, وشاهين لعيد العاصفة قادم أيضا, ولكن الصدارة يا المستحيل يا المستحيل يا أبو السم يا أبو ذياب يا أبو ذياب قادم شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. العاصفة العاصفة تدفع بأحد أوراقها. الله هذا هو الرياسة في الصدارة والعاصفة في المركز الثاني. يا سلام هذا شاهين شاهين, سلام للرياسة, سلام لجماهير الرياسة, سلام للحمر للخطر للأداء الجميل. شكرا أبو ذياب, شكرا راشد بن محمد بالسم المنصوري. المركز الثاني وصل شاهين للعاصفة, والمركز الثالث ظبيان لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. المركز الخامس ظبيان شاهين للرياسة, والمركز الخامس للعاصفة شاهين. والتوقيت في العادة أيضا مشاهدينا مع مخرجنا حسين السيد يأتي بكل علوم الزينة مع خط النهاية في الفوتو فينيش. 7-9-3 تهانينا للرياسة بهذا الفوز الجميل المستحق مع شاهين. شكرا أبو ذياب, شكرا بالسم راشد. المركز الثاني هناك 7-10-2 تهانينا للعاصفة مع شاهين. شكرا غياث الهلالي, شكرا على هذا الأداء الجميل. المركز الثالث مشاهدينا واضح ظبيان لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. وشكرا بن بروشد محمد بن سعيد بن روشد. التوقيت 7:11.7 من الثانية. تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم, وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. مشاهدين